أهلا بكم، حلقة جديدة من الحدث المغاربي نناقش فيها الجدل الدائر في الجزائر حول تبديد المال العام والمقابل المالي الكبير الذي تلقاه لاعب الأرجنتيني السابق دييغو مارادونا مقابل حضوره الحفل الترويجي لإطلاق الجيل الثالث للهاتف النقال لشركة موبيليس، وهي شركة عمومية أي أنها من المفروض مملوكة للشعب. وتردد في الجزائر أن مارادونا تحصل على أكثر من 1,000,000 أورو مقابل مشاركته في الدعاية لفائدة شركة موبيليس، لكن مصادر إعلامية تحدثت عن مبالغ تصل إلى 300,000 يورو فقط. لمناقشة هذا الموضوع معنا بداية عبر الهاتف من الجزائر الأستاذ مقران آية العربي المحامي والسياسي الجزائري. أستاذ مقران، ما تعليقك على هذا الجدل حول مارادونا والمليون أورو؟ البعض يقول 300,000 يورو، ولكن يبقى رغم ذلك عدد كبير أو مبلغ كبير بالأحرى. مساء الخير. مساء النور. بالنسبة للمبلغ ما عندي حتى معلومة نأكدها أو ننفيها، ولكن من الناحية المبدئية هذه مؤسسة عمومية، وما قامت به ومهما كان المبلغ ولو كان المبلغ زهيد جدا فهذا نسميه في لغة القانون وفي قانون محاربة الفساد بتبديد المال العام. ومفهوم تبديد المال العام أن المال ينفق في غير محله أو ينفق بأكثر من اللازم عن المألوف، وفي هذه الحالة إن كان ما يقال صحيح فالمال العام تم إنفاقه في غير محله. و لم تعمل مارادونا في نفسها. نعم. ألو. نعم نعم أستاذ مقران. نعم نعم نعم، نتكلم على السؤال اللي طرحته حول مارادونا. نعم أنا كنت أسألك عن مارادونا. نعم نعم نعم، لأن هذه المؤسسة موبيليس مؤسسة عمومية وأموالها تابعة للقطاع العام، ومن ثم فإن إنفاق يورو واحد في غير محله يعتبر تبديد للمال العام، وتبديد المال العام يعاقب عليه القانون الجزائري بعقوبة تصل إلى 10 سنوات حبس مع المصادرة. ومن ثم إن كان ما تتداوله الصحف صحيح، سواء كان المال سلم لمارادونا أو لغير مارادونا، فإن تسليم مثل هذه المبالغ ينبغي أن تدفع النيابة العامة إلى فتح التحقيق وإلى متابعة المسؤولين عن هذه العملية وملاحقتهم وتطبيق القانون بشأنهم. المال العام ما نقدرش نبرر تبديد هذا المال لا بطريقة تجارية أو غير تجارية. الوسائل التجارية لها قانون يسيرها، كيفية الإشهار بالنسبة للمؤسسات العمومية هناك قوانين تسيرها، أما استحضار نجوم من كرة القدم والرياضات المختلفة وحتى نجوم السينما والمسرح وغير إليه وننفق عليهم أموال الشعب فهذا تبديد وهذا جريمة، والقائمين بذلك ينبغي أن يتابعوا قضائيا. ولاحظ الجزائريون ظاهرة فعلا استقبال النجوم السينما، كذلك شوارزنيغر قيل بأنه صحف جزائرية أيضا تتحدث عن حصوله على مبالغ طبعا لا أحد يستطيع تأكيدها، تايسون بطل الملاكمة وأيضا كارل لويس وشخصيات أخرى. الأول أعتقد أنه استقبل كمسؤول سياسي في أمريكا وليس كنجم من نجوم السياسة، والباقي هل تحصل على أموال لم يتحصل على أموال أو تحصل غيره على الأموال، قلت أنا ما عنديش معلومات، من أكد هذا الكلام من ننفي هذا الكلام. ولكن نرجع مرة أخرى من الناحية البدنية المبدئية، مهما كانت المؤسسة ومهما كانت الإدارة العمومية التي تبدد مثل هذه الأموال، ومهما كان الشخص اللي يستلم المال ومهما كان الغرض ومهما كان السبب، يعتبر جريمة في نظر القانون الجزائري. لكن أقول أكثر من ذلك، حتى الشركات الخاصة لا يمكنها أن تتصرف مثل هذه التصرفات، لأن المال ليس تابع لأصحاب الشركة ورؤسائها بل تابع لشخص معنوي يسمى الشركة، وهذه الشركة تشغل الناس وفيها مشاكل اجتماعية ورواتب العمال، وليس من حقها أن تبدد المال العام، والقانون ينص على تبديد المال سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص. يعني هذا ينسحب على شركات أخرى. طبعا البعض حاول التبرير مثلا لشركة مثل أريدو التي كانت تسمى نجمة، و
إشهار ميسي، البعض قال بأنه هذا يدخل ما قامت به موبيليس في إطار التنافس بين شركتين. أنت الآن ربما تعطي للنقاش أستاذ مقران من جانب قانوني حتى بعد أكبر، بأنه أيضا حتى الشركات الخاصة العاملة في الجزائر أيضا أسئلة تطرح حول ما تنفقه من أموال. نعم، أنا أنطلق من مبدأ قانوني يتمثل في أن إنفاق المال العام في غير محله مهما كان الآمر بذلك ومهما كان الشخص الذي نفقه ومهما كان الشخص الذي استلمه، هذا يسمى تبديد للمال، والتبديد يعاقب عليه القانون، ولا يمكن أن نبرر بأي حال ولا بأي هدف ولا بأي وسيلة تبديد المال العام، لأن قانون محاربة الفساد والوقاية منه قدم تعريف واضح لكل هذه المسائل، ولا يحتاج الإنسان أن يتخرج من هارفارد أو من أكسفورد ليفهم مثل هذه المسائل. يكفي أن يفتح قانون 0601 لسنة 2006 المتعلق بمكافحة الفساد ليقرأ كل هذه التعاريف، فهي موجودة، وكل من يقوم بمثل هذه المسائل يدخل في إطار القانون وينبغي أن يلحق رأيا، ثم للقضاء أن يقول ويفسر ويقول هل العملية التي قامت بها المؤسسة تعتبر تبديل للمال العام أم تعتبر إشهار. ولكن ما دام الواقعة موجودة ومؤكدة لابد من المتابعة. ولكن كيف تفسر أستاذ مقران هذه الشخصيات الرياضية والتي تتقاطر الآن على الجزائر، وبحضور مثلا مارادونا، بحضور وزيرين استقبل استقبالا حافلا وقيل بأن أموال كذلك كبيرة أنفقت في هذا الاستقبال مع من رافقه، وأسئلة كثيرة تطرح حول المغازي من هكذا يعني أحداث أو هكذا تظاهرات في الجزائر، هل لك من تفسير منطقي لهكذا أحداث؟ بالنسبة، شوف مليح، بالنسبة أن الجزائر تستقبل نجوم وشخصيات عالمية في الرياضة والسينما والمسرح والأدب وأصحاب جوائز نوبل وما إلى ذلك، فهذا شيء جميل جدا وهذا مشرف للجزائر، ولكن لا ينبغي أن يكون هذا الاستقبال بمقابل مالي، لا ينبغي أن نسلم ظروف مالية لهؤلاء من أجل أن يأتوا إلى الجزائر ومن أجل الإشهار للجزائر بأن النجوم يقصدون الجزائر، هذا جانب. أما الاستقبال الضيف إقامة في الفندق وفطور وعشاء أو حتى دفع تذكرة السفر، فهذا معمول به في كل الدول. إذا كنا بحاجة مثلا إلى محاضر في القانون الدولي ويأتي من هارفارد لابد أن ندفع المصاريف. طيب، ولكن في المقابل الاحتفاء مثلا، البعض قارن أنه الاحتفاء بشخصية درست في كبرى الجامعات الأمريكية، رحل مؤخرا المؤرخ القاسم سعد الله، لم يحظى بحضور رسمي بوزراء في تشيع جنازته في مقابل حضور وزاري كبير في استقبال مارادونا. ألا يطرح هذا أيضا أسئلة حول الجزائر، مشهد جزائري، أين تتجه الجزائر؟ لا لا لا، لا حول الجزائر ولا أين يتجه الجزائر، وإنما هذا يعود بنا إلى المشكل الحقيقي والأصلي والمطروح منذ عقود يتمثل في النظام الجزائري. هذا النظام الذي نصب نفسه وصيا على الجزائريين منذ صيف 1962 ونصب نفسه بالقوة وبقى بالقوة، وعندما انتهت القوة وانتهت الانقلابات نصب نفسه عن طريق التدليس وعن طريق التزوير، وهذا معروف عند العام والخاص. ومن ثم فالنظام هو نظام راشي ومرتشي، نظام مبني في جذوره على الفساد، ومن ثم لا يمكن أن نفسر ولا يمكن أن نبرر ولا يمكن أن نقارن حتى مجرد مقارنة، لأن لو كان عندنا نظام ديمقراطي حقيقي منبثق من إرادة الشعب الحقيقية، نظام يحترم الحريات، يحترم الحقوق، يحترم كرامة الإنسان، ما يعتنيش بالنجوم الرياضة والسينما، بل يعتني بنجوم العلم والأدب والثقافة والاختراعات التي يمكن أن تستقبل في الجزائر ولخدمة الجزائر وفائدة الجزائر. وهنا إذا كان نفقنا دينار واحد فإننا نحصل ماديا أو معنويا على عشرات الأضعاف. أما هذه الحفلات والشطحات والرقصات في التلفزة اللي يراها الشعب، فإنها تزيد في الطين بلة وتبدد
وتبين أن الفساد صار رياضة وطنية، ولكن من يحترفها هي رياضة الكبار، هي رياضة كبار الرياضيين في الفساد. وهذه الرياضة على المستوى العالي اللي هي الفساد والرشوة وتبييض الأموال لا يمكن لمواطن بسيط أن يمارسها، فهي مثل رياضة الجولف، فهي مخصصة للنخبة، والنخبة في الجزائر تمارس هذه الهواية. طبعا أسئلة أخرى تطرح حول يعني أشكال أخرى من تمديد المال أستاذ مقران، في المشاريع كذلك، فيما ما يوزعه الوزير الأول من إضافات للميزانيات في الولايات، فيما هذه الولايات لم تنفق، البعض يقول بأنه حتى 30% فقط من الميزانيات المخصص لها. وأيضا موضوع طرح مؤخرا ربما سريالي صراحة، عندما ينقل أو يقول مجلس المحاسبة بأنه ما يعادل 80 مليار أورو من الضرائب لم يتم جمعها. أولا هناك فرق بين النقصان في جمع الضرائب وبين الأموال التي يسلمها أو يعلن عن تسليمها الوزير الأول عند زيارته لمختلف الولايات. فبالنسبة للأموال التي سلمها أو صرح أنه ستسلم للولايات لإتمام المشاريع، في العملية في حد ذاتها لا يلام عليها، لأن هذه الأموال لإتمام المشاريع. ولكن إذا كانت هذه الأموال لم تنفق في هذه المشاريع وتم تحويلها، فمرة أخرى نرجع إلى الفساد وإلى قانون الفساد. وأنا شخصيا لا يمكن أبدا أن أجزم بشيء ما عنديش معلومات قاطعة بالنسبة إليه. أما ما يكتب في الجرائد وما يقال هنا وهناك، أنا أعلم أننا على أبواب انتخابات رئاسية ولم يبقى إلا حوالي 100 يوم، فكل جماعة تريد أن تقلق جماعة أخرى عبر الصحف، عبر الإعلام، عبر المجتمع المدني، عبر كل القنوات وكل الوسائل. ومن ثم أنا إن لم يكن هناك دليل قاطع عن طريق إما مجلس المحاسبة أو عن طريق تحقيق قضائي أو عن طريق وثائق تنشر في الصحف وفي الجرائد، تعليق الواحد يبقى طيب. تعليق مبدئي. مجلس المحاسبة أشار إلى جانب قضية جمع الضرائب. عفوا باش نكمل بالنسبة للنقطة نتاع 80 مليار تاع الضرائب. أما التهرب عن الضرائب فهذه ظاهرة معروفة كذلك في الجزائر، من يدفع الضرائب؟ من جهة سوناتراك تدفع الضرائب، ومن جهة أخرى العمال والموظفين، لأن الضريبة تؤخذ من المنبع. أما كبار المقاولين وكبار التجار هذا معروف أن التحصيل زهيد جدا. لماذا؟ لأن الفساد والرشوة إدارة الضرائب ليست في من أعم ذلك، فهي إدارة من الإدارات الجزائرية. أليس هذا تسامحا مع جمع المال؟ وبالموضوع وبالعودة إلى موضوع مجلس المحاسبة، وأنت تقول عن موضوع الدلائل، مجلس المحاسبة أشار إلى طرح أسئلة حول غياب ما يبرر إنفاق وزارات من بينها وزارة الثقافة مثلا في تقرير أخير له. بالنسبة لمجلس المحاسبة ينبغي أن نؤكد مرة أخرى أن هذا المجلس تم تهميشه من طرف السلطة السياسية، لأن مجلس المحاسبة ينبغي أن يكون مجلس مستقل متكون من قضاة مستقلين، ويقومون بالرقابة البعدية لكل الأموال العمومية سواء تعلقت بالمؤسسات، بالجماعات المحلية، بالوزارات وبالدولة. لكن الآن تقاريرها أصبحت مجرد حبر على ورق، لأن هذه التقارير عندما يتم إنجازها ينبغي أن تسلم زيادة عن رئاسة الجمهورية لجميع النواب العامين على مستوى كل الولايات. وكل نائب عام يفترض حسب القانون، هذا هو القانون، كل نائب عام ينبغي أن يتفحص تقرير مجلس المحاسبة سنويا، وكل عملية إجرامية تتعلق بالتبديد، بالفساد، بالرشاوة، بتبييض الأموال، بكل ما يتحدث عن هذا التقرير، كل واحد ملزم بأن يتابع في إطار اختصاصه المحلي. لكن للأسف مجلس المحاسبة قلنا أنه مهمش لأسباب قد يطول الحديث عنها، سياسية بالدرجة الأولى وتاريخية بالدرجة الثانية. ومن ثم فالمجلس يقوم بمهامه، ولكن تقارير سنويا توضع في الأدراج، ولا أحد يسأل أحد، ولا أحد يتابع
أحد، لا بالنسبة للضرائب عدم التحصيل، ولا بالنسبة للإنفاق للأموال التي تنفقها الوزارات وما إلى ذلك. صدقني مرة من المرات عندما كنت عضوا في مجلس الأمة، يعني كاين دعوة في فندق الأوراسي، وكانت حفل عشاء، وكان أول وآخر حفل عشاء حضرته كعضو في لجنة الشؤون الخارجية. لما لاحظت الأموال التي أصرفت على مأدبة واحدة، وهذا المال يكفي لتعيش 100 عائلة مدة سنة، قدمت استقالتي من اللجنة ونددت بذلك في الجلسة العلنية. وماذا قيل لي؟ قالوا لي نحن كرماء. وأجبت من أراد أن يكون كريم يكون كريم، من نجيبه وماشي من خزانة الدولة، ماشي من أموال الدولة. لو كذا كان كاين وزير أو رئيس مؤسسة عمومية أو وزير أول كريم مع الضيوف، فليكن كريم برتبته وبأجره وبأمواله. أما الدولة، فالدولة لا يمكن أن تكون كريمة وسخية. في الدولة أموالها لازم تخدم كل الناس، خاصة ينبغي أن توجه في خدمة الطبقات المحرومة. لماذا؟ لأن الإنسان الغني لا يحتاج إلى الدولة. فمثلا إنسان اللي عنده أموال، عنده شركات، يمرض يمشي لفرنسا، يجي واحد يعتدي عليه، عنده حراس، أولاده باش يدرسوا دراسة في الجزائر الرديئة، يبعثهم للخارج، يبعثهم لأوروبا. من يحتاج للدولة وأموال الدولة هو الفقير، هو الضعيف، هو العامل البسيط، هو الموظف البسيط، اللي لازم الشرطة تحميه، لازم الدولة تحميه، لازم تنفق على الدراسة نتاع أبنائه، لازم توفر دراسة، لازم توفر نمط مقبول للحياة. شكرا جزيلا لك أستاذ مقران عيط العربي، المحامي والسياسي الجزائري، كنت معنا عبر الهاتف من الجزائر. ومن الجزائر ينضم إلينا مصطفى عطوة، رئيس الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد، وهي جمعية ترفض السلطات الجزائرية الترخيص لها. مصطفى عطوي، ما تعليقك على هذا الماتش الذي تابعه الجزائريون بين قوسين؟ بطله لاعب سابق، قيل بأنه حصل على 1,000,000 أورو تضارب طبعا في المبلغ الحقيقي مارادونا، وهذا الحفل الدعائي لموبيليس. أولا السلام عليكم وعلى الإخوة المشاهدين. استسمحك قبل الرد عن سؤالك توضيح فيما يخص الحلقة اللي فاتت الخاصة ب القضاء الأمريكي وقضية سيد شكيب خليل، فيه توضيح بسيط فقط، لأنه بعض الإخوة دخلوا من بعدي وشكوا أولا في المصداقية وفي الخبر. نقول ونأكد، أولا نحن لم نقل أن الحكومة الأمريكية عينت قاضي فيما يخص قضية شكيب خليل. قلنا الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد في اتصال مع أحد وكلاء الجمهورية في أمريكا، هذا أؤكد هذا الخبر. ثانيا الرجاء من الإخوة اللي دخلوا تحيين يعني معلوماتهم، نقول أن القانون الأمريكي الذي صدر في 1977 الخاص بمكافحة الفساد، FCPA Foreign Corrupt Practice Act، له يسمح بمتابعة أو بمقاضاة الأمريكي وغير الأمريكي. حتى القانون الإنجليزي البريطاني كذلك يسمح بمقاضاة الأجانب إذا كانت هناك يعني في علاقة مع مؤسسة بريطانية. وبالتالي كل ما قلناه هو صحيح 100%. كذلك نوضح فقط شيء، أن جمعيتنا جمعية مستقلة على أي جمعية وعن أي حزب سياسي. إذا كان عقدنا ندوة صحافية في مقر في أي مقر آخر، هذا لأن ما عندناش أي يعني إمكانيات، وإحنا ما عندناش معتمدين، وبالتالي ما عندناش مقر. أردت توضيح هذا الشيء فقط. بالرجوع أخي الكريم إلى سؤالك، كنا نتمنى أن 1,000,000 أورو بالتقدير 15 مليار سنتيم هو تكلفة ما قيمته تقريبا 3 مساكن أو 3 أو 4 لوجمون للمساكين، أو يمكن بهذه القيمة فقط إنشاء مؤسسة إنتاجية، وبالتالي يمكن بهذه القيمة المالية
نحقوا أربعة أو خمسة إلى ست وظائف دائمة. كنا نتمنى وكذلك نطرح سؤال، هل موبيليس يا ترى بحاجة إلى ترويج يعني منتوجها؟ احنا لو جي تروا هذا الناس كامل اليوم نرى في موبيليس طابورات كان بدون قدوم مارادونا او غير مارادونا كان يمكن لموبيليس يعني تسويق منتوجها بدون اي مشكل هذا يرجعنا كذلك إلى ما قاله السيد روراو رئيس الفيدرالية لكرة القدم لما كان مبالغ كان يعزم في يعني قدماء اللاعبين وشخصيات ولابي بفلوس الفيدرالية، وقال هذه فلوس تاع الببليسيتي. نقول كذلك لنعلم يعني انا لست يعني اختصاصي في المحاسبه او في الاقتصاد، ولكن كل التكاليف وكل الاموال التي تصرف من عند نجمه تمدها الفيدراليه او اي انسان، هذه الاموال تخرج في البيلون فينانسي، تخرج في الموازنه كتكاليف سي دي شارج، وبالتالي لي شارج هذوك ينقصهم بعد من الضرائب اللي تدخل للخزينه العموميه. وبالتالي هذه كل ما شركه تمد للفيدراليه او لاي فريق. طيب ولكن لم يكن بالامكان مثلا يعني حتى لو تم الاستعانه بنجوم مثلا، لم يكن بالامكان الاستعانه بنجوم حتى نجوم كره القدم مثلا؟ الجزائر رابح ماجر فاز مثلا باكبر اكبر كاس اوروبيه لم يفز بها مارادونا وان كان لاعب كبير، يعني الكاس الاوروبيه فاز بها لاعب جزائري ماجر وسجل هدفا خرافيا، الم يكن امكان الاستعانه بماجر في عمل خيري بمخلوف الذي قدم للجزائر ميداليه ذهبيه مثلا في الاولمبياد؟ لم يكن بالامكان الاستفاده من هذا في عمل خيري للسرطان مثلا، وشركه مثل موبيليس في دعايتها تقدم هذا الشيء على اساس انها تقدم مساعدة لأطفال المصابين بالسرطان؟ يا أخي هنا هذا هي كامل كل شيء مرتبط بنظام الحكم في الجزائر. فيه استراتيجية جهنمية، يرجعوا أولادنا وحبوا يرجعوا بناتنا يشبهوا للأجانب إلى مارادونا وإلى غير مارادونا. كان بالإمكان، لم أرى في إلى حد الساعة مخلوفي هو في يعني بلغ من العمر عكية، لم يتم الاستجابة به أو دعوته إلى قيام بعمل خيري أو عمل ترويج أي شيء. هذه أولا. من جهة يقولون الحكم الراشد وترشيد النفقات، من جهة ينفقوا، لأنه علاش؟ إذا كان البرلمان برلمان مزيف، إذا كان الانتخابية القبلية أو البعدية ليس لها الصلاحيات التامه وهي مهمشه كما قال المتدخل من قبل، مهمشه ولا تقوم باعمالها، لم تعطى لها الصلاحيه او الفرصه للقيام بعملها. من يحاسب من؟ اليوم وصلنا الى موقع انه نقول من يحاسب من؟ فلوس الجزائريين، نقول لك فقط ان فيه ماده في القانون 6601 يقول انه للشعب الجزائري للجمهور له الحق في الوصول الى المعلومه، هذا في القانون في الماده 15 من قانون 0601 له الحق في الوصول الى المعلومه الخاصه بالفساد. هل انا كمواطن غدوه نذهب نقول الموبيليس كم اعطيتم المبلغ؟ من حقي كجزائري، هذه اموال عموميه، من حقي ومن حق اي مواطن جزائري الاستفسار والوصول الى المعلومه، كم قبض مارادونا بمجيئه الى الجزائر؟ هل لو غدا نذهب انا او مقرر اية عربي او اي انسان، هل المعلومه هذه متوفره؟ هل لنا الحق؟ رغم ان القانون، شكون اللي وضع القانون؟ السلطه هذه هي اللي وضعت القانون، والقانون يقول الجمهور له الحق. هل لنا الان نعلم المبلغ الحقيقي اللي قبضوا مارادونا؟ بالامس فقط عندما يعني عالم كبير جزائري توفي وري التراب ربي يرحمه، قليل من الجمهور من الجزائريين يعرفوه.
قليل من الجزائريين يعرفوا مالك بنابي وكامل الفقهاء والعلماء الجزائر، لكن السياسة الجزائرية حتى بعد الصعوبات بعد القنوات تروج في أشياء يحبوا يربوا ينسوا الشباب الجزائري والشابات الجزائريات، يبعدوهم عن ثقافتهم، يبعدوهم عن الأشياء الأساسية ويجيبوا مارادونا وأمثاله. أنا لست ضد مارادونا، إنسان يعني، ولكن ما كانش لازم يجيبوا مارادونا بهذا المبلغ أولا. ثانيا لنا من الرجال ومن العلماء ومن لأبو كرة القدم، المشاهير كرة القدم، لنا من المشاهير ما يكفي للترويج لموبيليس. ونقول مرة أخرى موبيليس ليس بحاجة إلى مثل هذا لترويج من منتوجها. شكرا جزيلا لك مصطفى عطوة رئيس الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد. فاصل قصير ثم نعود. أهلا بكم مجددا إلى الحدث المغاربي، يأتيكم على الهواء مباشرة من قناة المغاربية في لندن. نناقش في هذه الحلقة الجدل الدائر في الجزائر حول تبديد الأموال والمقابل المالي الكبير الذي تلقاه لاعب الأرجنتيني السابق دييغو مارادونا مقابل حضور حفل ترويجي لإطلاق الجيل الثالث الهاتف النقال لشركة موبيليس الحكومية. معنا الآن عبر الهاتف من الجزائر البرلماني عن حركة مجتمع السلم حمدادوش ناصر. أستاذ حمدادوش، ألا يستحق هذا الموضوع سؤالا في البرلمان الجزائري؟ لتطرحه أنت وأحد زملائك، كم قبض مارادونا ولماذا صرفت كل هذه الأموال من شركة عمومية المفروض مملوكة للشعب؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة والسلام على رسول الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا لكم على هذه الاستضافة وعلى هذه الإطلالة وعلى هذا الاهتمام بالشأن العام الجزائري. نعم أخي الكريم، نحن نعيش في زمن مافيوي في الجزائر يبدد فيه المال العام ويتم التغاضي على ملفات الفساد والتواطؤ عليها وترقية المفسدين. نحن نعيش الآن للأسف الشديد نكاد نعيش في زمن دولة العائلة وليس الدولة الجزائرية، دولة العزة والكرامة. انقلب هذا الشعار إلى عكسه وضده، شعار فعرفت يبقى للأسف الشديد أصبح الجزائر يستحي بمثل هذه المظاهر، يعني استضافة فنانين واستضافة رياضيين واستضافة ما يسمونه بين قوسين بنجوم، هو نوع من الإلهاء، نوع من شغل الشباب الجزائري عن القضايا الأساسية والكبرى. نعم هذا يعتبر تبديد للمال العام، لا يستحق فقط سؤال شفوي أو كتابي في البرلمان، وإنما يعني القضية أكبر وأخطر بكثير جدا. هناك مئات بل العشرات بل مئات من الملايير تصرف على مثل هذه الاستضافات التي لا قيمة لها ولا وزن لها ولا أثر إيجابي لها، لا على التنمية ولا على الاقتصاد ولا على البطالة ولا على حقوق الشباب والجيل الصاعد في الجزائر. للأسف الشديد إذا كان الله عز وجل يقول يعني ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما، للأسف الشديد هناك نوع من السفاهة في تبديد المال العام الجزائري، هو ملك للشعب وليس ملك لفئة معينة تريد أن تشتري السلم الاجتماعي وتريد أن تبني نهضة سياسيا مستقبليا. للأسف الشديد يعني الوضع جد خطير في الجانب المالي والاقتصادي في الجزائر. أنفقت الجزائر في ثلاث عهدات ما يقارب أكثر من 600 مليار دولار لكن بدون فائدة بدون نسبة نمو حقيقية، لم تتجاوز 3.4%. للأسف الشديد أخطر ما في الأمر هناك تراجع لعائدات النفط بأكثر من 14%. يعني كل هذا ينذر بخطر وإفلاس حقيقي للجزائر، ثم تأتي علينا مثل هذه الخرجات باستضافة مثل هؤلاء. نحن نحترم الرياضة ونحترم الفن ونحترم الفنانين ونحترم الرياضيين، ولكن ليس على حساب مقدرات البلاد وليس على حساب مستقبل الشباب وليس على حساب سيادة الدولة وقيمها. للأسف الشديد كل ما يأتي مضيف إلا ويقدم مشاعر الجزائريين في قيمهم وفي أخلاقهم. ما نحتموه وما شاهدتموه وما تباتموه في الزيارة الأخيرة لمن ذكرته، نحن نحترم تاريخه الكروي لكن للأسف الشديد لا يمكن أن يكون قدوة للشباب الجزائري. القدوة حاجة فطرية للشباب، ولذلك قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال صلى الله عليه وسلم أصحابك النجوم.
النجوم الحقيقيون هم العلماء، هم المبتكرون، هم النزهاء، هم النجباء، هم المصلحون، هم المجددون، هم المفكرون. هؤلاء هم القدوة الحقيقية للشباب. أما قلب الآية، أما أن يكون الهرم مقلوب ونقدم لهذا الجيل نجوم مزيفين لا يمتون إلى قيم شعب الجزائر بشيء، فهذا يعني يشكل تهديد وخطر حقيقي استراتيجي على قيم الشعب وعلى مقدرات الشعب. أخي الكريم سيد حمد عدوش، أشرت قلت بأن في مقدمة كلامك بأنه هذه الاستقبالات لهؤلاء النجوم يعني لإلهاء الرأي العام، أليس هناك مبالغة في هذا الكلام؟ نعم. هل تربطه بالرئاسيات مثلا؟ أليس هناك جانب تآمري في هكذا طرح؟ عقارب المشهد السياسي في الجزائر كان كلها مضبوطة على موعد الرئاسيات. كل مثل هذه الاستضافات نحن لا نهول من هذا الأمر، ولكن نحن نتساءل ما هي الجدوى الحقيقية. هذه المئات بل آلاف من المليارات التي تصرف هكذا بدون فائدة وبدون جدوى اقتصادية وبدون منفعة حقيقية. العقلاء هم الذين يقدرون عواقب تصرفاتهم عندما نسأل ما هو العائد، ما هي الفائدة من مثل هذه الضيافة. نحن في زمن كنا قريب، كانت الجزائر قبلة للطلرة، كانت قبلة للثوار والأحرار في العالم. أما الآن فأصبحت قبلة للثروة، لمن ينهب أكثر لمقدرات هذا الشعب. هناك لا يوجد تهويل، وإنما هذه حقيقة واقعة ماثلة أمامنا، أن هناك يعني نوع من التخدير لهذا الجيل، نوع من الإنهاء بالرياضة وبالفن وغيرها، ونوع من تئيس الناس من العمل السياسي ومن العمل النضالي ومن العمل التعددي ومن العمل الديمقراطي ومن النهوض الحضاري. كل هذا يتم تعطيل طاقة الشباب في هذا الزمن، ولذلك نحن لا نبالغ عندما نقول أنه فعلا هو إلهاء وشغل الناس بأمور تافهة لا تمت بالفائدة إليهم بصلة. ثم بعد ذلك يأتي من يقول أننا نبالغ. الذي يبالغ هو الذي يحبط بالمال العام، الذي يبالغ هو الذي يعرف الحياة السياسية، الذي يبالغ هو الذي لديه مرض مزمن بتزوير الانتخابات، الذي يبالغ هو الذي يرهن مستقبل البلاد، الذي يبالغ هو الذي يعني عطل احتياطيات الصرف، يعني بلد غني وشعب فقير للاسف الشديد. هذا الذي يوجه اليه السؤال بالمبالغه. هل هناك إمكانية لأن في البرلمان تتحركوا في هذه القضية وقضايا أخرى؟ هناك من أيضا أثار موضوع هذا الموضوع الذي أثاره مجلس المحاسبة عن 80 مليار أورو، يعني أكثر من 100 مليار دولار، يقول بأنها لم تجمع. طبعا التقرير الأولي للصحف الجزائرية قال بأنه في سنة واحدة في سنة 2011، بينما وكالة الأنباء الفرنسية تنقل عن أحد أعضاء المجلس يقول أنه هذا يتعلق بسنوات ماضية، ولكن رغم ذلك لا يبقى رقما كبيرا هكذا لا يتم جمع 80 مليار أورو من الضرائب. نعم، وأنا أزيدك يا أخي الكريم، وما خفي أعظم، هذا ما يمكن وما سمح بخروجي في تقرير مجلس المحاسبة، وشهد شاهد من أهلها يعني أرقام مرعبة مخيفة جدا على العبث بالمال العام وعلى تبديدي والخسائر التي يتكبدها الاقتصاد الوطني، الاقتصاد الموازي، من تهريب وتبييض الأموال ومن الرشاوى ومن الفساد وتهريب العملة وغيرها. يعني أشياء مرعبة جدا عندما تقرأ تقرير مجلس المحاسبة. وقلت ما خفي أعظم، مجلس المحاسبة لديه رقابة قبلية، وللأسف الشديد ليس لديه رقابة آنية أو بعدية. للأسف الشديد البرلمان وعطل عن دوره الرقابي الحقيقي بسبب الأغلبية المفبركة، يعني أغلبية لم تحظ إلا على 1,300,000 صوت من أصل 21,600,000 صوت. هذه الأغلبية الموجودة في الجزائر هي التي تعطل كل مبادرات تشكيل لجان البرلمانية، لجان التحقيق البرلمانية. يعني البرلمان الآن مشلول بأتم معنى الكلمة، لأنها تقبر كل المبادرات وتعطل كل الآليات والأدوات في الرقابة الحقيقية على ما يدور في البلاد. لا القضاء مستقل ولا البرلمان يمارس دوره الرقابي الحقيقي، ولذلك نجد رائحة الفساد وملفات الفساد تفوح رائحتها الناتنة كل يوم عبر صفحات الجرائد. ولكن أليس فينا رجل رشيد في هذا الزمن الذي كما قلت انقلب فيه شعار العزة والكرامة إلى ما
هل صحيح انه النفوذ المالي في البرلمان هو الذي يعني يؤثر ربما دعنا نستعمل تعبير الفرنسي في لو بون اي لو موفيتون يعني في البرلمان الجزائري؟ هل صحيح انه هذا النفوذ المالي هو الذي اسقط مثلا موضوع فرض الضريبه على الثروه والذي ربما كان قد يمس العدد من الكبير من الاثرياء من البرلمانيين في الجزائر؟ يا اخي الكريم نحن كانت عندنا في الجزائر معادله بين الرئاسه والمؤسسه الامنيه، لكن للاسف الشديد واخطر ما وصلت اليه الحاله السياسيه في الجزائر خاصه في الزمن البوتفليقي ان دخول عنصر ثالث وهو رجال المال والاعمال، هؤلاء يعني لا يقدرون تقديرات الرجل السياسي العاقل الذي يغار على بلاده وعلى مستقبل بلاده. نعم رجال المال والاعمال الان يعني دخلوا بقوه في الساحه السياسيه وموجودون بقوه في البرلمان وكلنا يعني تابع يعني عنصر شكاره الذي رشح الكسره في العديد من المواعيد الانتخابيه سواء في الانتخابات الشرعيه او في مجلس او في انتخابات تجديد بالنسبه لمجلس القمه للاسف الشديد. نعم هم الذين الان يعني تقع في مواقع مفصليه في مؤسسات الدوله وهم الذين الان يوجهون التشريع بما يخدم مصالحهم ويتستر على ملفات فسادهم. شكرا جزيلا لك حمد دوش ناصر البرلماني عن حركة حمص، كنت معنا عبر الهاتف من الجزائر. ومن الجزائر ينضم إلينا الآن كريم طابو الناطق الرسمي باسم الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي. كريم طابو، ما تعليقك على هذا الجدل الذي تثيره زيارة مارادونا وبشكل أكبر المبلغ الذي تتضارب المعلومات حوله؟ البعض يقول مليون أورو، البعض يقول أكثر، البعض يقول 300,000 يورو. مساء الخير. أولا بغض النظر على المبلغ الذي صرف في هذه المناسبة، يعني الجزائر منذ سنوات وقد صرفت أموال باهظة في مناسبات أخرى ربما أقل أهمية من هذه المناسبة. التقارير وبعض التحقيقات يعني قدمت معلومات بأن منذ سنوات والجزائر تصرف أموال في أمور تافهة في بعض الأحيان وخاصة في الأمور السياسية لشراء ذمم الأشخاص ولربح شيء من المصداقية سواء داخل الوطن أو حتى خارج الوطن. قبل هذه المناسبة يعني العام والخاص في الجزائر على علم أن في مقابلات كرة القدم للفريق الوطني الجزائري أصرفت ملايين وملايين وملايين من الدينارات حتى أصبحت مقابلة كرة القدم أكبر حدث في الجزائر ولكي يعني تمرر الحكومة بعض الأمور بعض القوانين بعض الأمور السياسية تستعمل يعني هذه المناسبات لتسخين الدندير ولجعل المواطن الجزائري لا يبحث عن ما يحدث في بلاده وعلى شؤونه السياسية وشؤونه العامة. من ناحية أخرى العام الخاص يعلم بأن مشكلة الفساد هي أصلا مشكلة سياسية. على الصعيد الأول كل هذه المشاكل منها صرف الأموال منها ممارسات الفساد منها هي أصلا مشكلة سياسية، لأن يعني تبعت النقاش مع أخينا من حركة حماس وطرحت عليه سؤال حول إمكانية يعني طرح أسئلة على وزراء. يا أخ تعرف بأن في كل مناسبات والسلطة الجزائرية تصرف أموال، هذه الأموال أدت إلى بناء مؤسسات مبنية على الفساد. العدد الكبير من نواب البرلمان يعني نتيجة فساد مالي، نتيجة فساد سياسي. أغلبية المؤسسات الجزائرية مبنية على الفساد. أكثر من هذا خاصة عندما تأتي يعني مراحل انتخابية مراحل سياسية أين النظام يحتاج إلى صرف
اكثر من الاموال لربح يعني الهدوء وربح يعني السلم في السلم المدني، ما يسمى بالسلم المدني. اذا في كل الفترات وفي كل الامور المشكله هي مشكله سياسيه، لان اولا يعني نذهب الى مصدر هذه الافات. الجزائر عندها اقتصاد مبني على مبيعات البترول. هل في الجزائر هناك هيئة أو مؤسسة أو أي يعني منظمة لها الحق أن تعرف ما هي مبيعات الجزائر؟ ما هي مداخيل الجزائر؟ ما هي الكميات التي تبيعها الجزائر؟ ما هي المداخيل؟ ما هي يعني الأموال التي دخلت؟ كل هذا لا يعلم من الخبراء ولا يعلم من النواب ولا يعلم من الشعب الجزائري. هناك يعني تدخل أموال وهناك صناديق سوداء، صناديق سوداء متعددة تتصرف فيها أشخاص، تتصرف فيها هيئات، يتصرف فيها النظام بدون أي مراقبة على كل المستويات. فأصبحت أموال الجزائر، يعني الجزائر لها اقتصاد مبني أساسا على مبيعات البترول، لا يوجد أي نشاط آخر بغض يعني خارج مبيعات البترول. إذا هذه السلطة تحصلت على مداخل تاريخية في السنوات الأخيرة، هذا ما أدى بها إلى استعمال هذه الأموال ليست لتطوير الجزائر ولتطوير الشخص الجزائري. ولكن ألا يقرع التقرير الأخير للبنك المركزي الجزائري أجراس الخطر؟ يعني لأول مرة الجزائر هناك عجز في الميزان التجاري منذ فترة طويلة، وأنه المداخيل الجزائر في تراجع رهيب، ألا يقرع هذا أجراس الخطر؟ هذا ربما يؤدي في المستقبل إلى حدوث أزمات اقتصادية، أزمات مالية في الجزائر، ولكن في هذه الساعة في هذه المرحلة النظام لا يعني يفكر في المستقبل، يفكر في تسيير الأمور الحالية المستعجلة. هناك انتخابات رئاسية، هناك مراحل سياسية، يريد النظام جعل بهذه المراحل هادئة حتى يتم تمرير كل المؤسسات، كل الأمور بهدوء. إذن ممارسات الفساد هي يعني منظمة داخل السلطة، لأن السلطة السياسية في الجزائر هي منبثقة من فساد سياسي. إذن الفساد السياسي والفساد المالي هو نفسه، ورأينا أكثر من مرة أكثر من ما تصرف الجزائر في أموالها داخل الجزائر في بعض الأحيان، وهناك تقارير وهناك تحقيقات، حتى ولو لم تكن لدينا معلومات دقيقة، الجزائر قد ساهمت في تمويل حتى حملات انتخابية في الخارج خاصة في فرنسا. إذن قضية الفساد يتعدد الحدود الجزائرية. أكثر من مرة السلطات الجزائرية يعني تستدعي بعض الأطراف، منها نخب فرنسية، منها لاعبين كرة القدم، لي تعطي لنفسها واجهة يعني يريد بهذه الصور أن تعطى بالجزائر يعني صفة طبيعية، بلد طبيعي خرج من الإرهاب ودخل في تسيير طبيعي. الحقيقة هو أن تستغل كل هذه الأمور، تستعمل كل هذه الأموال لشراء يعني صورة ولتزكية صورة النظام في الخارج. إذن قضية الفساد داخل في هذه القضية أمور سياسية، منها تقييم الأموال، منها يعني ولكن كيف تفسر أن يصبح كبير الحدود الجزائرية؟ أستاذ كريم، كيف تفسر أن يصبح هكذا تقارير، هكذا مبالغ ضخمة؟ يعني نورمال مثلا مجلس المحاسبة يشير إلى نفقات لا يجد لها مبرر في وزارة الثقافة، والحديث عن مهرجانات بالملايين وحتى بالملايير أنفقت على سنة الجزائر في فرنسا، المهرجان الإفريقي، عاصمة الثقافة العربية، ما أنفق في ترويج في صحف بينها فرنسية بمناسبة 5 جويلية، كذلك بخمسين سنة على استقلال الجزائر، ما زال يطرح أسئلة. كيف تفسر أن هذه التقارير تقريبا شبه اليومية تمر عادي هكذا نورمال؟ إحدى المشاكل الأساسية في الجزائر هو انعدام لإحصائية ولمعلومات دقيقة، لأن النظام الجزائري يعني
غلق كل الأبواب ولم يترك أي باب لمثقف ولخبير في الإحصائيات أو خبير في المال أو خبير في الاقتصاد أن تكون له معلومات يبني بها يعني فرضية ويبني بها نظرة سياسية ونظرة اقتصادية. زيادة على انعدام إحصائيات ومعلومات دقيقة، لا وجود لهيئات مستقلة، لا وجود لمؤسسات ديمقراطية لها القوة السياسية للمراقبة. إذن في انعدام الرقابة وانعدام المعلومات يعني هناك مساحة كبيرة يتصرف فيها النظام، وهي مساحة الفساد والرشوة. كل يعني التي هذه المساحة للنظام كل الأموال، وهناك أموال باهظة صرفت، قلت لك حتى في بعض الأحيان وهناك تقارير وهناك تحقيقات هناك معلومات سربت في الصحافة خاصة في الخارج، هو أن الجزائر ربما قد شاركت في تمويل حملات انتخابية حتى في الخارج مثلا في فرنسا. إذن قضية الفساد وقضية استعمال أموال العام أموال الجزائر في الفساد السياسي فربما يتعدى الحدود الجزائرية. ولكن ألا يقصر برلمان كبرلماني أنت والبرلمانيين حتى برغم ما تتحدثون عن وجود ضوائر نافذة في الأغلبية ربما تقطع الطريق أمام مبادرات، أليس ألا يمكن التحرك حتى أنت تشير في غياب التقارير، ألا يكفي تقرير من هيئة رسمية مثلا مجلس المحاسبة يعني وتقاريره الأخيرة تقارير مفزعة أليس كذلك، ألا تكفي لطرح نقاش في البرلمان وإيجاد حلول ومساءلة فعلا من أخطأ ومن أنفق الأموال وبددها في الجزائر؟ والله بكل موضوعية وبكل تواضع يعني حتى وإن كانت هناك إرادة موجودة عند بعض أفراد وبعض النواب في البرلمان، ولكن البرلمان بصفة عامة في هيئاته وفي تشكيلته وفي تسييره لم يعد منبر ولم يعد مكان يمكن أن يحدث فيه نقاش على هذا المشاكل. البرلمان الجزائري مكون من أحزاب ومن أشخاص من أفراد، العديد الكبير من النواب ومن هذه الأحزاب متورطة تورطا كاملا في الفساد، وبعض النواب في البرلمان هي نتيجة الفساد السياسي، وأصرفت أموال كبيرة بالملايير حتى يعني وزعت مقاعد في البرلمان على أساس الأموال التي صرفت وعلى أساس الفساد السياسي. شكرا جزيلا لك كريم طابو الناطق الرسمي باسم الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي والبرلماني الجزائري، كنت معنا عبر الهاتف من الجزائر. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.